عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الشيوات حبيبة الغاوي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة، ومرحبا بالبنات الجدادات. مرحبا بالناس اللي ديجا مشتركين معايا، كنشكركم بزاف بزاف لدعمكم لي في القناة والتشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم اللي صراحة كلها محفزة وكتفرحني. وصراحة الناس اللي كيجربوا الوصفات ديالي وكيعجبوهم بزاف وكيردوا عليا، فهذا يعني كيزيد يحفزني وكيزيد يفرحني وباش نقدر انني نعطي اكثر. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، يعني هكايا يلا تفعلت لي القناة ديالي، فهذا الشيء كيزيد يفرحني اكثر واكثر. فكنشكركم بزاف بزاف، يعني واخا نشكركم حتى نعيا ما غاديش نوفي لكم. وصراحه غادي نشارك معكم هذا الطبق، هذا اللي هو جد رائع جدا، اللي كل شيء كيقلب عليه، يعني سباكيتي بدون تجهيز مسبق، بدون سلق، بدون اي حاجه، يعني كتوجدوها في الحين، يعني فقط مره واحده كطيبوها وكتجي رائعه جدا، يعني وكتجي احسن من اللي كنوجدوا لاصوص بوحدو. فهذه كتجي طيبه في لاصوص وكتعطي مذاق اكثر رائع ولذيذ بزاف. فتابع معايا الفيديو باش نتعرفوا على المقادير وطريقه تحضير هذه الوصفه. هذه بسم الله غادي نحتاج هنايا عندي البصله، هذه بصله صغيره مقطعه رقيق بزاف، وغادي نحتاج طريفات ديال الدجاج، ممكن تستغناو عليها وتضيفوا فقط الطماطم والعطريه، ولا ممكن تستعملوا الكفته ولا تقطع ديال اللحم. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج تحميره، البزار، سكنجبير، وشويه الخرقوم، الملح، وضامه ديال البنه اختياريه ممكن تستغناو عليها، لكن صراحه كتعطي واحد البنه اللي هي مزيانه. وكنحتاج معلقه كبيره ديال مطيش هاد الحك مع نص كاس صغير ديال الزيت، وكنحتاج ثلاثه د الحبات ديال المطيشه اللي كيكونوا كبارين، كنطحنهم في الخلاط الكهربائي بدون ما نضيف عليهم الماء، فقط كنقطعهم طريفات وكنطحنهم في الميكسر وكنصفيهم حتى كنتحصل على هاد لاصوص هذا اللي كيكون وكنحتاج 400 غرام ديال لي بات او سباغيتي. بسم الله هنايا في الطنجره كنوضع الزيت، هاد الكاس هذا كيوزن فقط تلت كاس عنبه ديال الزيت، المائده بطبيعه الحال، وكنضيف عليها هاد البصله اللي كنكون قطعتها رقيق بزاف باش ما تبانليش في لاصوص ديالي ملي كطيب، وكنضيف عليها الطريفات ديال الدجاج. سبق لي وقلت لكم اللي بغيتو ديروا تقطع ديال اللحم كتقطعوهم حتى هما صغار، ولا كتضيفوا الكفته، ولا المهم تكتفيوا فقط الا بغيتو غير بلاصوص ديال المطيشه، كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا غادي نشحر هاد البصله والدجاج حتى كيتشحروا لي مزيان فوق عافيه اللي كنكون ناقصاها، وكنضيف عليهم العطريه بعد ما كيتشحروا لي مزيان، غادي نضيف العطريه، غنحرك فيها الدجاج هذا، وغنزيد ديك مطيشه اللي طحنتها وصفيتها حتى هي باش كتاخذ لي الدجاج كياخذ لي النسمه ديال العطريه، عاد باش كنضيف مطيشه وكنخليهم حتى هما حتى كيتشحروا مزيان. هنايا كنضيف واحد شويه ديال الملح اللي كان بقالي، صافي بعد ما تشحرت لي مطيشه او لاصوص مزيان غادي نضيف عليها المطيشه ديال الحك، معلقه كبيره. هنايا كنعاود معاكم لان واحد السيده كتبت لي في التعاليق باللي ما كنشرحش مزيان او لا ما كتوصلهاش الفكره مزيان. صراحه ما كرهتش انني نعمل لكم فيديو يكون صوت وصوره في نفس الوقت، ولكن مع هكا كيكون صداع في الشارع ولا في الزنقه هكا كنسمع، يعني كيكون شي حاجه ضروري ما كديرون جاي، ولا الصداع ديال الدراري الصغار، فكنفضل انني نسجل الفيديو من بعد كندير الصوت، لكن صراحه ملي كيجي مباشره كيجي احسن. المهم غادي نضيف واحد لتر لا روب ديال الماء، القياس اللي غادي طيب لي فيه
لي بات ديالي هنا استعملت 400 غرام مع لتر الا ربع تقريبا ديال الماء. ما بغيتش تبقى لي لاصوص او تبقى جارية، خاص لي بات ديالنا يجي يعني ناشف، وديك لاصوص لاصقة فيه باش كتجي بنينة وكتجي بحال لا سلقناها. صافي هنا بعد ما تشحر لي ديك لاصوص وداك الماء الطنجره غلات، كنضيف عليها لي بات اللي كنكون يعني هرستهم على النص. صافي غادي نحرك الطنجره مزيان وغنخليها تطيب فوق عافيه اللي كتكون متوسطه، ما كتكونش ناقصه بزاف وما كتكونش مجهده، باش لي بات ديالك كيطيب على خاطرو وكيتشرب لي كاع ديك القمه اللي فيه وما كيحتاجش الماء كتير. ما كياخدش وقت كتير، فقط 20 دقيقه كتكون سباغيتي ديالكم وجدات باحسن واسرع طريقه. ها هي هنايا بعد ما تقريبا دازت واحد 10 دقائق بدات كتشرب الماء وكطيب، وكنخليها حتى كتكمل طيابها وكتجي ناشفه. عاد باش كنزولها فوق البوطه. صافي هنايا سباغيتي ديالي راه وجدات وجات بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، يعني بحال وجدنا لاصوص بوحدو وسباغيتي بوحدو، ولكن صراحه جات طريقه رائعه جدا ولذة يعني لا توصف، احسن من ديك اللي كنسلقوها كتبقى فيها ديك الريحه ديال الطحين، لكن هذه صراحه كتشرب لينا العطريه وكتشرب ديك لاصوص ديال المطيشه، كتجي بنينه بزاف لانها كتجي طايبه فيهم عكس الاخرى. هنايا غادي ناخذ الطبق ديالي ديال التقديم وغنوضع فيه هاد الشعريه هادي بعد ما كتشرب لي مزيان. صافي هنا غادي نوضعها في الطبق ديال التقديم وكنزينها بشويه ديال الفرماج من الفوق، فكيكون هذا هو الطبق ديالنا ديال نهار اليوم. كنتمنى يكون عجبكم بزاف، وإلا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب ودعمونا في القناة وتشتركوا معنا وديروا تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.